السن ديالي 48 سنة، أم وجدة، وأنا فرحانة بهذا الفرصة اللي عطاونا، اللي برهننا فيها على أن المرأة تعطيه في أي سن، ماشي مهم الأج، هو الروح الرياضية. كتعني المشاركة أنني يعني أنا موجودة، أنا بالنسبة لي أنني أنا إنسانة موجودة، وعطيت لهذا، بينت نفسي أولا، تحديت نفسي وعرفت بأن أي حاجة تمنيتي غتوصلي. وهذه المسابقة شجعتنا وعطاتنا، بالعكس عطاتنا قيمة لنفوسنا، وكنشكر الناس اللي منحوا لينا هذه الفرصه. احنا صراحه الفضل الناس كثار، هما اللي وراونا بان فعلا محافظين، وان الرياضه ماشي شي حاجه اللي كتخرج اللي خرجت على العاده ديالنا، ولا بالعكس احنا مازالين متشبتين بالحفاظ ديالنا وبكل شيء. ولكن هذه المشاركه زادت وراتنا اننا المراه الصحراويه راه ماشي مراه جالسه في بيتها، بالعكس راه كتشارك في جميع الميادين. اصلا انا كندير واحد البلون لحياتي، داير واحد، ما نقولش لك، عارفه كيفاش نتصرف في داري، كنعطي وقت لوليداتي، وكنعطي كنقسم الوقت ديالي. انا اولا كنصح بناتي اول حاجه بالعلم، ثاني حاجه باش ان المراه ماشي بلاصتها غير البيت بوحده، بالعكس بلاصتها البيت ووليداتها، وانشطه رياضيه وثقافيه واجتماعيه. كنصح انا بناتي باش ما يكونوش جالسين في البيت. يعني الحمد لله المرأة الصحراوية راه بينات على بزاف د الحوايج، والمغرب ديالنا راه فيه ما يدار. أنا صراحة هاد الرسالة غادي نقولها من قلبي، كنوجه للمرأة المغربية، سيداتي خرجي خدمي قراي وعاي، عرفي بزاف د الحوايج. أنا الحمد لله قريت في هاد لاج، وقريت اللغات الفرنسية والعربية، وأنا ما عمرني قريت، وكندير الطبخ والحلويات، وفتحت مدرسة رغم انني انا ربيت وليداتي وكبرتهم وزوجتهم، ولكن لا يأس مع الحياة. سيدتي خرجي للحياة، ولكن خرجي بطريقة إيجابية.